بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم التواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الشيقة والممتعة على أرضية هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية. يا سلام، شوطنا السابع، شوط الإبكار. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. المركز الأول لمحمد بن خليفة بن محمد بن حسين، بينما اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الآخر رقد وسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع. ثالث المراكز منصور بن سيب بن خلفان لغويص معسل هودة. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع أشوف هناك ثالم بن هلال بن طناف الراشدي. نعم الشعار معروف يا راعي نجد. المركز الخامس شعار خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. يلا يا بن حسين، يلا يا خليفة. هذا هو اللي معودنا على اليمايل، ولكن الله يا رقد من الجانب الثاني شعار بن رفيع سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع. وصلوها للعين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ثاني المراكز الهلال بن طناف الراشدي حاضر، لسان بن هلال بن طناف الراشدي. ولكن خني مع بن رفيعة. يذكر الله عليك يا ابو احمد، بسم الله ما شاء الله يا ابو عسكور، متألق في هذا الصباح. ولكن اللي يوصل هناك السلام، وين العوير؟ والله العوير يستاهلونه هذا السلام. تهانينا والناموس وسلام. سعيد بن احمد بن سعيد بن رفيع المركز الثاني، لسان بن هلال بن طناف الراشدي المركز الثالث، محمد بن خليفة بن حسين المركز الرابع، خليفة بن علي بن خليفة بن حسين. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجة 2-17، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والمميز.